السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج الكلمة لك. التحشيد الدبلوماسي ووسيلة توسيع نطاق تصنيف الميليشيا الحوثية جماعة إرهابية، ما هي الجهة المعنية لدى اليمنيين؟ الجهة وهي الحكومة، كيف يمكنها توسيع نطاق تحشيد دولي ومجتمعي ومنظماتي في سبيل توسيع نطاق تصنيف الميليشيا الحوثية جماعة إرهابية؟ لا يجب أن تكتفي الحكومة الشرعية بالتصنيف الأمريكي لجماعة الحوثي أو لميليشيا الحوثي وميليشيا الإمام الحوثية جماعة إرهابية. أين هي الأدوات والمسارات والرؤى والبرامج التي تمتلكها الحكومة بكل أركانها كسلطة تنفيذية وكقطاع دبلوماسي وتشريعي ومنظماتي؟ أين هي الأدوات من أجل تعزيز الصورة لدى المجتمع الدولي بإجرام الحوثي وإرهابه ومكره وانقلابه وتمرده ومشروعه التدميري الإرهابي الذي يستهدف اليمن والمنطقة وأيضا البلاحة الدولية؟ ما واجب الدبلوماسية اليمنية حتى نرى دولا أخرى أوروبية وغربية وعربية وأيضا شرق آسيوية في سبيل تصنيف هذه الجماعة جماعة إرهابية، في سبيل تصنيف هذه الميليشيا التي توغل بالإجرام والإرهاب والقتل والقصف والقنص والتفخيخ والتفجير والاختطاف والتعذيب والنهب والسطو، كل قواميس الجريمة عالميا وتاريخيا ترتكبها هذه الميليشيا. هل نحن أمام عمل دؤوب يقوده أو يقود هذا العمل وزير الخارجية في تحريك المياه الراكدة لدى السفارات اليمنية في الخارج في تعزيز الصورة الحقيقية للإرهاب الحوثي لدى في أوروبا، في أمريكا الشمالية، في أمريكا الجنوبية، في شمال أفريقيا، في أفريقيا الجنوبية، في الكثير، في أيضا في شرق آسيا، لدى الصين، لدى روسيا، لدى الجميع، ليعرفوا جميعا أن الحوثي جماعة إرهابية وأنها ليست إرهابية بعد التصنيف الأمريكي وحسب، هي إرهابية منذ نشأتها. إذن عنوان حلقتنا لهذه الليلة: التحشيد الدبلوماسي، متطلبات التحشيد الدبلوماسي اليمني لتوسيع دائرة تصنيف الحوثي جماعة إرهابية. ما هي الأدوات؟ من هي الجهات التي من المفترض أن تقوم بهذا العمل الدبلوماسي الوطني الأخلاقي الإنساني في سبيل تصنيف الميليشيا الحوثية جماعة إرهابية؟ وهل تدرك هذه الجهات المسؤولية الوطنية والأخلاقية والإنسانية في العمل قدما من أجل أيضا مساعدة اليمنيين ومن أجل معاقبة ومحاسبة هذه الجماعة الإرهابية؟ وضعنا استطلاعات للرأي على حساباتنا في مواقع التواصل الاجتماعي، نستطلع آراء المتابعين على حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. نستعرض أول استطلاع وهو على قناة سهيل: هل تعتقد أن الحكومة والجهات المعنية تدرك واجباتها في عملية تحشيد المجتمع الدولي لتوسيع نطاق تصنيف الميليشيا الحوثية جماعة إرهابية؟ نعم أم لا أم إلى حد ما؟ تستطيعون المشاركة في هذا الاستطلاع من خلال زيارة حساب قناة سويل على تويتر. أيضا في الاستطلاع التالي في حساب البرنامج الكلمة لك على تويتر: ما الذي يتوجب على الحكومة فعله بعد تصنيف واشنطن لميليشيا الحوثي جماعة إرهابية؟ هل تصنيف الحوثي جماعة إرهابية في من قبل الحكومة والبرلمان والرئاسة وغير ذلك، أم تقديم ملفات بجرائم الحوثي، هذه الملفات
تتضمن جرائم الحوثي المختلفة بحق اليمنيين، تقديمها إلى محكمة الجنايات الدولية، تقديمها للرأي العام الغربي والدولي ليعرف حقيقة هذه الميليشيا، أم تفعيل الدبلوماسية اليمنية، تقديم الملفات تختص بها وزارة حقوق الإنسان وأيضا الخارجية اليمنية، تفعيل الدبلوماسية اليمنية تختص بها الخارجية اليمنية بملحقاتها الأخرى، الملحقيات الثقافية والإعلامية وغيرها من الملحقيات في سبيل تعزيز الصورة الدبلوماسية اليمنية وتحشيد الرأي العام الدولي في تصنيف الميليشيا الحوثية جماعة إرهابي، أم الاكتفاء بتصنيف أمريكا بحيث تكتفي بهذا التصنيف ثم تعود وتنام كما كان عهدها في السابق. أما في الاستطلاع الذي وضعته على حسابي في تويتر، ما هي الجهات التي تعتقد أنها تتحمل مسؤولية وطنية للعمل مع من أجل تعزيز الصورة للمجتمع الدولي بجرائم وإرهاب الحوثي وتوسيع نطاق تصنيف الحوثي دوليا جماعة إرهابية؟ هل الحكومة أم الدبلوماسية أم منظمات المجتمع المدني أم اليمنيون عموما أفرادا وجماعات وأحزاب ومؤسسات ومنظمات؟ كل يمني معني بأن يعزز الصورة الحقيقية لإرهاب الحوثي وجرائمه. تستطيعون زيارة صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي ثم تختارون الخيار الذي ترونه مناسبا. سيتم استعراض النتائج عقب الفاصل. لديها عوض كعد العوض، نحن أمام قرار أمريكي يعتبر من أكثر القرارات عدالة في توصيف الإرهاب الحوثي جماعة، في توصيف الحوثي كجماعة إرهابية وضعها الطبيعي أن تكون في خانة الإرهاب. ماذا يجب على الدبلوماسية اليمنية فعلا؟ ما هي الخطوات؟ ما هي الأدوات؟ ما هي المسارات؟ ما هي الرؤى؟ ما هي البرامج حتى نرى دولا أخرى تنضم إلى النادي الأمريكي في تصنيف الميليشيا الحوثية جماعة إرهابية؟ أحييك يا أستاذ محمد وأحيي كل العاملين في قناة الثورة والثوار. حياك الله. لو تكرمت يا أستاذ محمد، أنا عندي بعض الأبيات المتواضعة كرسالة المبعوث الأممي قريفة إلى اليمن. تفضل. هل أنت لابس على عينيك نظارة سوداء، أم أن عينيك قد أصيبت بالعماء؟ وهل في أذنيك قطعتي قطن بيضاء، أم أن أذنيك أصبحت صماء؟ ألم تشاهد مناظر المجازر والأشلاء؟ ألم تسمع صوت الثكالى وأنين الجرحى؟ هل تريد تبني ناطحات السحاب وتعانق السماء على جثث وجماجم الأطفال والنساء؟ تبا لك ولمجلس الأمن وأعضائه الأقبياء. هذا أولا يا أستاذ. رسالة بليغة لجريفيث بدر الدين الحوثي. وهذا الاسم ينطبق عليه فعلا، هو يمكن يعني تجاوز حتى الحوثية. حياك الله. أما بالنسبة لدور الدبلوماسية اليمنية في الخارج، فأنا أعتقد أنه خلال الست سنوات التي مرت أستاذ محمد والتي عصفت في اليمن وعاث الحوثيين فسادا في اليمن في جميع مجالات الحياة، قتلى وجرحى ودمار بنية تحتية وتدهور في كل شيء في اليمن، الآن جاء الدور على الدبلوماسية اليمنية في الخارج بعد أن أصدرت الإدارة الأمريكية الحوثيين بين قوسين منظمة إرهابية. الآن على كل سفير في جميع أنحاء العالم وخاصة الدول الأوروبية وأمريكا أن يجمعوا بالصوت والصورة جميع الجرائم الذي ارتكبها الحوثيين في حق الشعب اليمني خلال ست سنوات،
وليبدأوا يا أستاذ محمد بالإدارة الأمريكية الجديدة. يعني الرئيس الأمريكي جون بايدن عليهم أن يذهبوا إلى هذا الرئيس وأن يوضحوا له بالصوت والصورة هذه الجرائم البشعة التي ارتكبت في حق الشعب اليمني خلال 6 سنوات. وكذلك الدول الأوروبية، سفراءنا في الدول الأوروبية عليهم أن ينشطوا، سواء يعرضوا هذه المجازر وهذه الصور البشعة على رؤساء هذه الدول، لأن بعض الدول أستاذ محمد بدأت تنحى، يعني تقف موقف يعني معاكس لقرار الإدارة الأمريكية، ويقولون أن هذا التوصيف الأمريكي لا ينطبق على الحوثيين. لماذا؟ لأن هؤلاء لا يعلمون شيئا، لا يعرفوا ماذا يحدث في اليمن يا أستاذ محمد، وربما هم يعرفون ولكنهم يساندون الموقف الإيراني وربما الموقف والإجرام الحوثي بحق اليمنيين. وقد يكون هذا تقاعس من سفراء اليمن في الدول الأوروبية. قد لا يكون هؤلاء الرؤساء أو الزعماء أو المنظمات الحقوقية أو المنظمات الإنسانية لا يعلمون ماذا حدث وماذا جرى من جرائم ارتكبها الحوثيين داخل اليمن. هم إذا كيف يقتنعوا بأن الحوثيين أصبحوا يعني منظمة إرهابية؟ معناته أنه الدور لهؤلاء السفراء اليمنيين في الدول الأوروبية دور يعني لا يرتقي إلى حجم المعضلة. ونحن أستاذ محمد لم نشاهد أي سفير من هؤلاء السفراء قد تقدم إلى أي رئيس من رؤساء الدول الأوروبية عبر أي قناة عبر أي وسيلة. كذلك لم يتقدموا إلى المنظمات الحقوقية والإنسانية في الدول الأوروبية وفي أمريكا وفي روسيا. إذن التقصير هو تقصير دبلوماسي. وأنا هنا ولو كنت يعني قد أكون صائب وقد أكون مخطأ، لكن المشكلة أستاذ محمد أنه جميع سفراء الجمهورية اليمنية في جميع الدول الأوروبية وأمريكا وروسيا والدول العربية، أنا من وجهة نظري يجب إقالتهم صراحة، إقالتهم من مناصبهم، لأنه لم يقوموا بأي دور يذكر خلال 6 سنوات التي مرت. يعني تعمل الخارجية، الخارجية تعمل معيار حقيقي في الفاعلية، في النشاط، في تعزيز الصورة اليمنية، في نقل معركة اليمن الدبلوماسية والسياسية إلى الرأي العام، ومن خلال هذا المعيار إذا رأت أي سفير يخل بهذا المعيار في تبني مواقف الدولة واليمنيين في مواجهة الميليشيا الحوثية وأي تمرد، إذا لم تجد هذا المعيار على أرض الواقع عبر أدوات تقييم معروفة لدى الخارجية يتم إقالته. لماذا؟ لما لا نرى إقالات حقيقية؟ ولماذا نرى أيضا تغيير؟ يعني هناك كثير من اليمنيين أو من المسؤولين في السلك الدبلوماسي ولكنهم في المنازل، لكنهم يمتلكون التأثير والموقف وأيضا والرؤية، بدلا من المسنين والعجزة. أصبحت للأسف الشديد يعني الدبلوماسية اليمنية دار مسنين. كلام جميل. مع احترامنا لكبار السن، ولكن ما الذي يفعله مسن في السبعين، في نهاية السبعينيات من عمره، في الثمانينيات في سفارة يمنية جل مجتمعها شاب؟ أنا طبعا أستاذ محمد أضم صوتي إلى صوتك، وإذا كان هؤلاء السفراء ينتظرون تعليمات من وزير الخارجية بما بدورهم في هذه الدول، فكيف يعني تم تعيينهم سفراء؟ هل تم تعيينهم يعني عن طريق الكفاءات أو عن طريق الوساطات؟ إذا كان أستاذ محمد مثلا على سبيل المثال مدير مدرسة ابتدائية لا يقوم بدوره بمراقبة المدرسين في الفصول والشرح للطلبة وكيف يتلقوا التعليم وهل هو على مستوى عالي أم لا، فهذه مشكلة أستاذ محمد. يعني مدير مدرسة ممكن أنه يقيل مدرس أو يفصله
لعدم توصيل المعلومة الصحيحة إلى الطالب. وكذلك السفير، إذا كان السفير اليمن تغرق في بحر من الدماء، ولدينا سفر في الدول الأوروبية، سفراء في الدول الأوروبية وفي أمريكا وفي الدول العربية، ولا يقدم مكشوفات للمنظمات الحقوقية والإنسانية ومحكمة الجنايات الدولية ورؤساء الدول الأوروبية، وفي نفس الوقت جميع المؤسسات والجامعات وما شابه ذلك، حتى ينقلوا الصورة البشعة للجرائم التي ارتكبها الحوثيين. فأنا أقول يا أستاذ محمد لو تكرم، ثانيا باختصار، أولا أنه لم باختصار شديد لم يوصلوا الرسالة خلال 6 سنوات مضت إلى ويكشفوا للرأي العام الأوروبي والأمريكي والروسي حقيقة الجرائم التي ارتكبت في اليمن. ثانيا، معظم هؤلاء السفراء وصلوا إلى سن الشيخوخة زي ما تفضلت، أو حتى العمر الافتراضي لقانون العمل، ويجب استبدالهم بكفاءات شبابية، واحتمال أن أغلبهم وصلوا إلى هذه المناصب عن طريق الوساطات وليس الكفاءات، فلا بد من تدوير وظيفي نزيه. ثالثا، يقال إذا صح هذا الكلام أن بعض وليس كل هؤلاء السفراء ولا هم للحوثيين. إذا يا أستاذ محمد ماذا تنتظر من هؤلاء السفراء؟ إذا كان هذا نعم، إذا كان لم يقدموا أي شيء أن يذكر للدول الأوروبية وأمريكا وروسيا حول الجرائم اللي ارتكبت خلال 6 سنوات، فماذا تنتظر منهم بعد 6 سنوات يا أستاذ محمد؟ والضوء الأخضر قادم من أمريكا، ماذا ينتظرون؟ نعم، يعني نحن أمام صورة واضحة، إذا لم نرى سفيرا يعمل بواجبه الوطني والأخلاقي والإنساني تجاه وطنه وتعريف المجتمع الذي هو فيه بالإجرام والإرهاب الحوثي، فهو حوثي بطريقة أو بأخرى، سواء كان حوثي مباشر أو حوثي مستتر أو بطريقة. لكن يجب الإشارة إلى أن وزير الخارجية الدكتور أحمد عوض من مبارك يقوم بدور رائع في سبيل تحريك المياه الراكدة، نتمنى أن يستمر في تعزيز وفاعلية هذه السفارات في نقل الصورة اليمنية الحقيقية، وأيضا نقل معركة اليمنيين إلى الخارج بصورة تليق بها. لدي أبو طارق، أهلا وسهلا بك أبو طارق، ما هي رسالتك للسفارات اليمنية وللدبلوماسية اليمنية حتى يتم تحشيد الكثير من الدول لتصنيف الحوثي جماعة إرهابية؟ جزاك الله بالخير يا أستاذ محمد، أسعد الله مساك. أنت والعاملين الجنود المجهدين في قناة سهيل كما قال أخي عوض، قناة الثورة والثوار، حياك الله. الله يبكيك. احنا مواطنين يمنيين لا نفقه في السياسة، اللهم نبدي رأينا ونتداخل، ليس لنا علاقة، لسنا بأعلم من وزير الداخلية أو الخارجية أو رئيس الوزراء. بالعكس، بات المواطن اليمني أحيانا لديه المعرفة والإحساس الحقيقي بالقضية الوطنية أكثر من بعض من كثير من المسؤولين للأسف الشديد. صدقت الإحساس، نعم الإحساس كما تفضلت، احنا إحساسنا فياض تجاه بلادنا ووطننا، هذه مسؤولية أحمد عوض من مبارك أطال الله عمره، هذا الشاب في مقتبل العمر نسأل الله أن يحقق لنا على يديه الشيء الكثير. نعم، هناك طبعا بوادر لذلك، هناك بوادر من خلال تفاعله وتواصله بالسفارات وتصريحاته وأيضا التحشيد الذي عمله خاصة بعد الهجوم الإرهابي الحوثي على مطار عدن، يعني نتمنى أن يستمر ذلك في أيضا في إصلاح الدبلوماسية اليمنية، هي بحاجة إلى إصلاح جذري. نعم، نسأل الله أن يوفقه، فهو ما شاء الله عليه يعني ما كسر، ونطلب منه المزيد، وسفاراتنا في الخارج، نعم، ومجلس الشورى، مجلس النواب، النخب اليمنية، الأحزاب اليمنية، المثقفين، الإعلام، المسألة كما تفضلت نريد تحشيد هائل. وزير الخارجية الأمريكي قد يغير رأيه بين عشيتنا وضحاها، أليس معي أنت يا أستاذ محمد؟ نعم أنا معك في كل ما تقوله، قد يغير رأي وزير الخارجية الأمريكي، من سيرغمه على أن يستمر ما هو؟
نستغل الفرصة لا نتجاعس أو نتهاون أو ننتظر. صدق. على الجميع مواصلة الكفاح والنضال، حتى نحن زي ما تفضلت التحشيد مهم، أوروبا، الصين، روسيا، الجنوبية، أندونيسيا، ماليزيا، اليابان، وكثير من الدول، ماليزيا، اليابان، دول إسلامية، والهند عملاق. نعم أنا أشكرك، أنت فتحت مفاتيح كثيرة، وطبعا وتؤكد أنه المواطن اليمني الذي هو مثل أبو طارق لديه الكثير من المعرفة، ولديه الكثير من الإحساس والمسؤولية الوطنية تجاه وطنه، وفي تبصير حكومته من أجل أن تكون على الوجه الذي يليق بهذه الدولة وبهذا الوطن الكبير. بشهادتك يا أستاذ محمد، شكرا لك عزيزي، حفظك الله. لا شكرا جزيلا لك أبو طارق. إذا مشاهدي الكرام لدي اتصال آخر. إذا السلام عليكم. إذا ننتقل إلى قراءة ما وردنا عبر رسائل الواتساب، واتساب البرنامج الظاهر على يسار الشاشة. قبل لدي اتصال. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. إياك الله السهل. نعم، الاسم الكريم؟ أبو ماجد. حياك الله أبو ماجد. ما واجب، ما هي الجهات المعنية التي من خلالها تستطيع أن تنقل صورة الإرهاب الحوثي إلى كل الدول من أجل تصنيف الميليشيا الحوثية جماعة إرهابية، يعني مثل أمريكا، حتى تلحق بأمريكا في تصنيف الحوثي جماعة إرهابية؟ خط الأطفال ويخرجون في الجبهات، يعني هذه الجرائم التي من خلالها نستطيع أن نوصلها إلى المجتمع الدولي. نعم تفضل. الأطفال واللهم صل على سيدنا محمد، وانتهاك النساء ويأخذوا أقوات الدكاكين وحق المواطنين، الجباية، سرقة وجباية والجبايات والسرقة المستمرة لأموال الناس ومقدراتهم وممتلكاتهم. نعم. وش ثاني نقول؟ ما عندما قادرين نعبر من كثر الجرائم حقهم. صدقت، يعني يعجز الإنسان عن التعبير، بل في كل ثانية وفي كل دقيقة هناك جريمة حوثية تحدث في مناطق احتلالهم أو عدوانهم على المناطق المحررة. كل التحية لك. حيمة السعيد من كل حال. حيمة السعيد. نعم. والمساكن الحديدة، براهمي. صدقت. أشكرك أبو ماجد. لدي اتصال آخر. إذن السلام عليكم. هيا وسهلا. اهلا وسهلا، الاسم الكريم. محمد المرادي من مارس. يا مرحبا يا محمد. يا محمد، يعني ماذا على الدبلوماسية اليمنية فعله حتى يعني توسع من تحشيد تصنيف الحوثي جماعة إرهابية؟ يا عزيزي، قبل ما تعمل بس الدبلوماسية في الخارج، المفروض ان الحكومة اليمنية اولا صنفت الحوثي جماعة ارهابية من قبل امريكا ومن قبل اي دولة. ما خلاش في اسف امريكا، ما خلاش في اسف حد، احنا شعب يمني ذو صمود وذو قوة وذو بعث جديد قد ذكرنا الله في قوله. المفروض يا عزيزي ان الحكومة اليمنية تصنف الحوثي جماعة ارهابية رسميا بالحكومة اليمنية حتى يعتمد دوليا، بس امريكا اللي صنفتهم مع الاسف،
وبما ان الحكومه المفروض انها تلغي اتفاق ستوكهولم الذي اتبنته لايقاف تحرير الحديده المشترك بين الاتحاد السعودي. ايوه مع الاسف ان الحكومه بتهاون في كل شيء. احمد عوض بن مبارك يا اخي له 6 سنوات تدير في امريكا ما عمل اي شيء، لا خرج البلاد من البند السابع ولا الغى لا بالنسبه للبند السابع هو بالنسبه للبند السابع هو طبعا بقرار دولي 22/16 هو قرار الى صالح الدوله اليمنيه والى صالح اليمنيين في سبيل انهاء الانقلاب وانسحاب الميليشيا من كافة المدن وتسليم السلاح وغيرها. يا أخي محمد اتفاق أقول لك ذا عن البند السابع تمام، هذا بس خدم الحوثيين، كل شيء وصل للحوثيين من كل مكان من الأسلحة، لا توقف طيران، لا توقف مينا، لا توقف بر، كل شيء بيصل لهم أكثر ما مثل ما بيصل يعني للشرعية مع الأسف. ولا نفعل ولا سمع يعني الأسف. أنت تقصد هنا أن الحكومة لم تتخذ من هذا القرار منطلقا لتحرير الأرض بطريقة فاعلة بل اتكلت على الآخرين. نعم بالله عليك كل يوم عملوا لي وزير الدفاع ذا المقدشي وش عار بيعمل يعني مع الحال يجرب المجرب لهم في وزير الدفاع غيره وين هو الآن مش موجود ليش ما حرك الجبهات يا اخي جمع نتعاون مع داعي الحساسيات والحزبيات احنا حالمين في بلادنا الله يرضى عليكم الله ينتقم كل غدار وينتقم كل متعامل مع اي دوله خارجيه بحق لا اله الا الله يا اخي اتقوا الله الا تراحت بلاد يا اخي محمد يا اخي سفينا نحن فيه يا اخي برحل يتقي الله ليش حال بيحتضن في الجوامع ليش حال بيتكلم ليش حال بيتكلم في كل مجلس والاعلام قامت وصنبت وعلى حالبين في الحوثي يا اخي بضيع علينا امام العالم وعلى حالبين في الحوثي الحوثي يا محمد هو اساس كل جريمه ومنطلق كل ارهاب وهو الذي سبب لنا كل هذا. هل كنا سنعيش كل هذا الضياع والخراب والدمار لولا تمرد وإرهاب الحوثي وانقلابه وسطوه وسيطرته على مؤسسات الدولة؟ هل كنا سنعيش هذا الألم وهذا الوجع؟ لا إذن علينا أن نقطع رأس الأفعى نقطعها وبعد ذلك الذيول الأخرى ممكن أن نستطيع أن نتخلص منها. تمام يا أخي بس الحلبة إنها شرعية معترف بها دوليا و16 دولة واصبح الحوثي الان يعني بيهدد يعني حتى الجوار يعني فضيحه في الاخير يا محمد هناك ايضا عرفت العويل والصراخ الاممي والمنظمات بسبب تصنيف الحوثي هذا كل هذا العويل هناك 28 مليار دولار كلها صبت في خزينه هذه المنظمات هي مستفيده من اطاله هذا الحرب هذه الحرب كما ذلك المجتمع الدولي مستفيد من إطالة هذه الحرب. نحن أمام مجتمع دولي يعني منافق يحاول أن يدعم أو أن يعزز من إطالة أمد الأزمة بحيث يعني يستمر في نهب وأيضا ويعني إيقاع اليمن في هذا المستنقع. أنا أشكرك لأنه لم يعد لدي الوقت، شكرا جزيلا لك محمد. ننتقل إلى فاصل قصير ثم نعود لاستقبال واستعراض مشاركاتكم، ابقوا معنا. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في برنامج الكلمة لك في هذه الحلقة التي نسلط الضوء فيها عن متطلبات التحشيد الدبلوماسي في سبيل توسيع نطاق تصنيف الميليشيا الحوثية جماعة إرهابية. نستعرض نتائج استطلاع الرأي التي وضعناها على حساباتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. في حساب قناة السهيل على الرسمي على تويتر سألنا: هل تعتقد أن الحكومة والجهات المعنية تدرك واجباتها في عملية تحشيد المجتمع الدولي لتوسيع نطاق تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية؟ نعم لا إلى حد ما. صوت بالخيار نعم 26 وصوت بالخيار لا 54.5 وصوت بالخيار إلى حد ما 19.5. إذن لا زال هناك يأس من
تفعيل الأدوات وتعزيزها في سبيل تحشيد المجتمع الدولي. على الحكومة أن تدرك حقيقة هذه النتائج وأن تحسن من سمعتها لدى اليمنيين عموما. في الاستطلاع التالي الذي وضعناه على حساب الكلمة لك، ما الذي يتوجب على الحكومة فعله بعد تصنيف واشنطن لميليشيا الحوثي جماعة إرهابية؟ تصنيف الحوثي جماعة إرهابية أم تقديم ملفات بجرائم الحوثي إلى المحكمة، محكمة لاهاي، إلى المنظمات، إلى الدول المعنية، إلى الجميع ليعرف العالم حقيقة إجرام هذه الميليشيا الإيرانية الإمامية؟ أم تفعيل الدبلوماسية اليمنية؟ أم الاكتفاء بتصنيف أمريكا؟ صوت للخيار الأول 33%، أما في 22% صوت للخيار الأول. تقديم ملفات بجرائم الحوثي صوت لهذا الخيار 25.4%، أما تفعيل الدبلوماسية اليمنية صوت لهذا الخيار 49.2%. الاكتفاء بتصنيف أمريكا 3.4%، الجميع أو الغالبية تقول تفعيل الدبلوماسية اليمنية. إذا فعلت الدبلوماسية اليمنية ونتمنى تفعيلها، فبذلك سيعرف الجميع قبح وإرهاب هذه الميليشيا. أما في الاستطلاع الذي وضعته على حسابي في تويتر، ما هي الجهات التي تعتقد أنها تتحمل مسؤولية وطنية للعمل من أجل تعزيز الصورة للمجتمع الدولي بجرائم وإرهاب الحوثي وتوسيع نطاق تصنيف الحوثي دوليا جماعة إرهابية؟ هل الحكومة أم الدبلوماسية اليمنية أم منظمات المجتمع اليمني، المجتمع المدني أم اليمنيون عموما؟ الحكومة صوت لهذا الخيار 18.5%، 41% يقولون الدبلوماسية اليمنية لأنها مهمتها الأولى. منظمات المجتمع المدني صوت لهذا الخيار 1.5%، اليمنيون عموما 38.5%. إذن الدبلوماسية اليمنية واليمنيون عموما، ثم الحكومة، ثم منظمات المجتمع المدني. أما فيما يتعلق بالمشاركات ورسائل الواتساب التي وردتنا، دعونا نستعرض بعضا منها في هذه الرسالة لمحمد عبد الرقيب البريهي. إدراج الحوثيين رسميا في السجل الفيدرالي كمنظمة إرهابية سيعجل بتقليص الدعم الإرهابي لتلك المنظمات الممولة لاستمرار الحوثي في غيه التدميري والتفجيري والمتوحش واستمرار تمرده على الإجماع الوطني، المخرجات، الحوار والتعايش الإنساني لليمنيين بمختلف مناطقهم وسلالات وعرقياتهم ومذاهبهم وأفكارهم. نحن نريد وطنا خال من السلاليات المذهبية التي تريد تشتيت شمل الوطن إلى دويلات مصغرة ونشر الأفكار الإيرانية الخبيثة التي لا ترحم الأطفال الأبرياء ولا الشيوخ الركع. فإن جماعة الحوثي الكهنوتية باب الدمار وقتل الأطفال وتفجير المنازل وتدمير التعليم وتحويل المناهج الدراسية إلى ثكنات فكرية إيرانية خبيثة. في التغريدة في الرسالة التالية التي وردتنا عبر حساب البرنامج على الواتساب، علاء بن سهل، بعد تصنيف ميليشيا الحوثي إرهابية سيتم إدراج كل القوى والجهات المحلية والخارجية التي تدعم الحوثي في قائمة الإرهاب، كل التجار وأصحاب الشركات والبنوك والصرافين والمقاولين والداعمين والمتعاونين مع الإرهاب سيكونون إرهابيين. انتهاء الكلام يا داعمي الإرهاب السلالي. في الرسالة التالية أيضا جاءنا من عزام طرموم، إن تصنيف الحوثي جماعة إرهابية وما يجعل على الحكومة شرعية توحيد الصف لإنهاء الانقلاب الحوثي الذي طال على اليمنيين منذ 5 سنوات بل أكثر من ذلك من ظلم وتشريد وتهجير. فعلى الحكومة الشرعية أن تسرع إلى إنهاء الانقلاب وتحرير اليمنيين من هذا الظلم الحوثي، وعلى الدول العربية أن توسع دائرة التصنيف الحوثي جماعة إرهابية، فظلم الحوثي طال كل اليمنيين. أما في الرسالة التالية فقد وردت من جمال العزيزي، يقول ميليشيا الحوثي جماعة سلالية طائفية نازية مافوية مافيا إرهابية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. الشعب اليمني من أقصاه إلى أقصاه مدرك تماما إرهاب هذه الجماعة، وها هو يناضل ويقدم خيرة الرجال لاجتثاث هذه الميليشيا من حياة اليمنيين. أما في الرسالة التالية فقد جاءت من علي المرادي، يقول نريد استرجاع جمهوريتنا وبنائها، والمجتمع الدولي
يريدنا أن نظل متسولين أمام منظماتهم ونمد يد طلب المساعدة من المنظمات. أيضا في الرسالة التالية كتب عبد الرحمن العداشي يقول: مطلوب من الجميع الدبلوماسيين أن يتحركوا وأن يعملوا على مواجهة قوى الحوثي خارجيا، وأن يدعموا هذا القرار بخطوات يتمكن منها الشعب من التحرر من هذه العصابة الإرهابية، وأن يعرف العالم ما بما يعانيه الشعب اليمني منذ 6 سنوات، وأن يتأكدوا أو يؤكدوا للمجتمع الدولي أو الخارجي أن هذا القرار يمثل خطوة قوية من أجل إنهاء الإرهاب الحوثي، ومن أجل أن يعيش المواطن اليمني المغلوب على أمره مثل شعوب العالم. أيضا في الرسالة التالية طارق المليح: يجب على كل يمني وكل دبلوماسي أن يحشد كل طاقاته لتوسيع تجريم الميليشيا الحوثي عبر المنظمات والسفراء والإعلام والصحف وجميع مواقع التواصل الاجتماعي. ثانيا يجب مساندة الجيش الوطني لتحرير ما تبقى من الوطن. أما في الرسالة التالية لجمال صالح الأجرب: لا يقتصر مواجهة ميليشيا الحوثي على أبطال الجيش الوطني فقط، اليوم أصبح على السفراء الجمهورية اليمنية في كل دول العالم والدبلوماسيين والسياسيين والإعلاميين التوضيح وكشف حقائق وجرائم الميليشيا الإرهابية، فدورهم إذا قاموا به على الوجه المطلوب لا يقل عن دور الأبطال في الميدان. ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية. أيضا في الرسالة التالية لرشاد عبدو: الحوثي هو العدو الأكبر لليمنيين، فيجب التصدي له، فها هو اليوم يصنف جماعة إرهابية، فيجب أن نتوحد ضده ونستعيد وطننا الحبيب من هذه الشرذمة الفاسدة التي انتهكت حقوق المواطن. فيجب علينا أن نستعيد كرامة المواطن اليمني المنتهكة حقوقهم من قبل هذه الميليشيا، ويجب على أشقائنا من الدول العربية والإسلامية أن توسع تصنيف الميليشيا جماعة أو الحوثي جماعة إرهابية. أيضا في الرسالة التالية للمقدم عصام الجرادي: المبعوث الأممي مارتن جريفيث متواطئ مع الحوثيين 6 سنوات، وهم يقتلوا الأطفال والنساء، هذا هو ما يريد أمريكا وإسرائيل يا أبناء الشعب اليمني. أظنه يقصد يريدون الموت لأمريكا وإسرائيل، ولا يا أبناء الشعب اليمني، وهذا مشروعهم الذي يريدونه داخل اليمن، الحوثيون جماعة إرهابية وآخر المطاف، جريفيث يوقف معهم. أيضا في الرسالة التالية لفهد الجبوبي: نريد التحرك السريع من رئاسة الدولة والحكومة، وتقوم وزارة الخارجية بدورها الدبلوماسي لأجل تطبيق للتضييق على الميليشيا الحوثية التي أنهكت كاهل الشعب اليمني وحاربت الجيش الوطني في جميع أرجاء الوطن. حان الوقت لتضافر الجهود منا جميعا للتخلص من السلالة الإمامية ومشروع إيران في اليمن. أيضا في طبعا الرسالة الفيديو ننتقل إلى ما ورد لدينا من طبعا في هذا الفيديو الذي ورد لنا من الناشط وصديق الناشط الإعلامي وصديق البرنامج العزيز نبيل الفقيه، دعونا نتابع. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، طيبتم وطاب مساءكم. الإدارة الأمريكية السابقة تصنف جماعة الحوثي جماعة إرهابية، ماذا بعد؟ هل هي النقطة الوحيدة لإنقاذنا من جحيم الحوثي، أم أن إرادتنا وكذلك مشروعنا وإيماننا بالمشروع هو الحل الوحيد؟ بالتأكيد هي نقطة من النقاط الإيجابية في طريقنا لتحرير الوطن من هذه الميليشيات. ماذا يجب على الشرعية سياسيا عسكريا دبلوماسيا، وماذا يجب علينا نحن؟ على الشرعية أن تتحرك سياسيا في كل المجالات، وأن تستنفر جهود كل السفارات وكذلك كل الوزراء. سياسيا عليها أن تتحرك لإقناع كل الدول المؤثرة في الأمم المتحدة وأصحاب القرار في الأمم المتحدة أن هذه هي بالفعل جماعة إرهابية، ومثل ما حاربتم أنتم وتحالفتم ضد داعش والقاعدة، هذه هي جماعة الحوثي التي تصنف إرهابها، وهذه كل جرائمها، وهي خطر علينا وعليكم وعلى الملاحة البحرية. إذا نكتفي بما تحدث به الناشط الإعلامي نبيل الفقيه. دعونا نتابع ما كتب على مواقع التواصل الاجتماعي على تويتر في هذه التغريدة التي طبعا رصدناها. في التغريدة التي رصدناها الآن نتابع ونقرأ ما كتبه
الصحفي خالد العلواني: يقع على عاتق الدبلوماسية اليمنية مهام كبيرة للاستفادة من قرار الإدارة الأمريكية تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية عبر مخاطبة المجتمع الدولي وكشف ملفات جرائمها في المحافل الدولية بالتنسيق مع المنظمات الحقوقية وتوضيح مخاطرها على حياة اليمنيين وأمن المنطقة وخطوط الملاحة الدولية. في التغريدة التالية كتب عبد الله المنيفي: الناس تنتظر تفعيل وتنشيط البعثات الدبلوماسية بشكل قوي لصالح قضية اليمن الكبرى، إسقاط الإرهاب الحوثي واستعادة الدولة وبسط سيطرتها على كامل التراب اليمني، الأمل كبير. أيضا في التغريدة التالية كتب عبد الحذيفي: استجابة الطواقم الدبلوماسية لتوجيهات وزير الخارجية غير كافية، الأمر يتطلب إقالات لتنشيط العمل الدبلوماسي، كم سفراء وملحقين عملوا رتويت لتغريدة الوزير. هذه طبعا الأيادي المرتعشة لا تقوى على البناء، يجب تفعيل السلك الدبلوماسي. عبد الرقيب الحيدري وكيل وزارة ليس وكيل وزارة الصحة، عبد الرقيب الحيدري يقول: يفترض أن تكثف الحكومة عملها الدبلوماسي والحقوقي والإعلامي بعد دخول قرار اعتماد الميليشيا الحوثية جماعة إرهابية حيز التنفيذ. من المهم أن يفر الجميع من التعامل مع كل ما له علاقة بالحوثي، صار لزاما أن يغدو اسمه مسبة وتهمة قذرة في العالم بعد سنوات طوال من نبذ اليمنيين ومقاومتهم لهم. ينقل عن طارق البنا. إذن على الدبلوماسية اليمنية عليها يترتب عليها جهود كبيرة، وطبعا وتفعيل مسارها وخطها الوطني في تعزيز الصورة الحقيقية للإرهاب الحوثي بحق اليمنيين، في تكثيف الجهود لإلحاق المزيد من الدول من المنظمات في اعتبار الميليشيا الحوثية جماعة إرهابية. ننتظر الأيام القادمة والإعلام سيكون مسلط على هذه الجهود، وسنوجه سهام انتقاداتنا إلى صدر كل متواطئ وصامت. في أمان الله.